في البداية أنا مبسوطة جدا جدا إني معاكم النهاردة. قبل ما أقول أي حاجة أنا بس حابة أتكلم عن حاجة بسيطة كده. يعني إحنا بنسمع كتير قوي خد الريسك، خاطر، سيب الوظيفة الثابتة، تحسوا إن هو كلام تنمية بشرية قوي. طيب أنا النهاردة بقى جاية أقول لكم عن قصة فعلا حياتها اتغيرت خالص من ساعة ما بدأت إن هي تاخد الريسك وتدوس في مخاطر، ويعني تخرج عن المألوف اللي بيتقال لها إن هي تعمله. وكان أول ريسك أخدته في حياتي اللي هي حاجة أنا ما كنتش أتخيل إن أنا أعملها، هي إن أنا أقول لأ للعنف الأسري اللي أنا والدتي وأخويا كنا بنتعرض له بشكل يومي حوالي 20 سنة من حياتنا ساعة ما اتولدت. والدتي كانت بطلة حياتي من أنا صغيرة، لأن هي تحملت النوع ده من العنف علشان تربينا وتعلمنا لحد ما نكبر، وكانت عايزه تخلصنا منه. ما كانش فيه في تخيلها ان انا ممكن اكبر واحاول ان انا انفصل واستقل واخدها معايا. فكل الموضوع حصل من ثانيه او لحظه كده. كنت في سنه اولى كليه، كنت مهدده بان انا ما ادخلش كليه اصلا او اقعد ما كملش تعليم عشان اتجوز شخص انا ما اعرفهوش، في الغالب اكبر مني بسنين كتير. يعني حسيت ان انا بصراحه سلعه بتباع، ما حسيتش ان انا يعني انسانه ليا طلبات ورغبات. انا عايزه اكمل تعليم، انا عايزه اشتغل، انا عايزه ان انا احقق حاجه. ما كنتش عارفه ايه هي ساعتها، طبعا كنت صغيره في السن، انا 24 سنه دلوقتي بالمناسبه، ساعتها كنت 19 سنه. بس اللي كنت اعرفه ان مش هو ده النموذج اللي انا كنت عايزاه لحياتي. وساعتها انا لاول مره في حياتي اخرج عن صمتي ويظهر الجزء العنيد او المتمرد اللي جوايا واللي يقول لا مش هتمدي ايدك عليا تاني، ولا على والدتي ولا على اخويا، ومش هقعد من التعليم، مش هتجوز، انا حابه ان انا احقق حاجه، وانا حقي ان انا رغبتي تتحقق، لان انا انسانه ربنا خلقني لسبب، احنا كلنا مخلوقين علشان نعمر الارض. فانا كنت مؤمنه ان انا هيبقى ليا دور للمجتمع اللي هو ما كانش واضح ساعتها. وفكره الريسك ان انا اقول لا هي بقى اللي جابت كل الخطوات اللي بعد كده، اللي هو ان انا ابتدي. الموضوع بدا على فكره في شغل بسيط خالص في صيدليه الاول، وبعدين بقيت سكرتيره المدرس، والشغلانات كانت كتير كده، كنت بجرب وبخبط وما كنتش عارفه انا عايزه ايه بالظبط او عايزه اشتغل ايه، لحد ما كنت حاكيه في فيديو الثانويه العامه من كام يوم ان انا كنت عايزه ادخل تمريض عسكري عشان اهرب من كليه اداب اللي انا كنت فيها، عشان ما كانتش عجباني ولا كنت متقبله الواقع ان انا كنت في سنه ثالثه ثانوي ما قدرتش اذاكر وادخل الكليه اللي انا كنت عايزاها، او اللي انا ما كنتش عايزاها، اللي كان بيتقال ان انا المفروض ابقى عايزاها اللي هي كليه طب بشري. فبعدين اما انا كنت عايزه ادخل تمرين عسكري، كنت عايزه ادخل الجيم عشان ابقى اقوى شويه عشان الاختبارات بتاعتهم. عايزه اقول لكم انا نجحت في كل الاختبارات وخسرت عشان ايدي زي دلوقتي كده عرقانه جدا اهي. هي دي اللي انقذتني يعني. اكيد كلنا في كتير مننا ايديه بيعرق، وحقيقي يا جماعه لو حد ايده بتعرق وبيتضايق من الموضوع ده، الموضوع ده بجد هو اللي انقذ حياتي. كنت هاخد قرار متهور جدا بسبب ان هو موجود انقذني يعني. نرجع للموضوع تاني، دخلت الجيم، اكتشفت اني بحبه. عايزه اقول لكم انا ساعتها كنت بتحارب عشان ابطل الجيم ده وابطل اخرج من البيت، لان احنا كنا عندنا البنت ملهاش غير البيت، البنت ملهاش خروج، ملهاش غير بيت جوزها والمسميات اللي احنا كلنا اتربينا عليها دي. ابتدى الموضوع ان انا خلاص انا هخرج هنزل الجيم، على الاقل لو ما فيش حاجه مهمه او مميزه عنها اعملها، على الاقل ابقى عارفين انتوا بنفس عن نفسي الطاقه السلبيه اللي انا بتعرض لها في البيت وكده. والخطوات بقى كلها تتالت ورا بعضها، ان انا حبيت الجيم، حبيت ان انا عايزه اعرف ده ايه، الجهاز ده بيعمل ايه. طيب حسيت الموضوع اكبر بكتير من ان هو كام تمرين مدرب حفظهم لي، فاكيد في اكتر من كده. بعدين اكتشفت ان في حاجه اسمها علم يا جماعه، في حاجه اسمها الجيم ده علم، ومفروض ان انا ادرس تشريح بقى وفسيولوجي ومش عارف ايه. ولقيت ان العلم ده يعني غالي سيكه كتير قوي عن الظروف بتاعتي وعن الشغل حتى اللي كنت بشتغله. بالمناسبه انا كنت الوقت ده ابتديت ان انا اشتغل بالحاجه اللي انا كنت بتمرنها وانا صغيره، انا كنت بلعب كاراتيه وانا صغيره، وبعدين دخلت العب كونغ فو جنب الجيم عشان كنت زي ما قلنا قوي نفسي بس بقى. فبعدين ابتدى الموضوع ان انا ايه، ابتدي ان انا ادي كلاسز بالكيك بوكسنج اللي انا بلعبه، فابتديت تزق معايا شويه في المصاريف، بس برده ما عرفتش اجيب ثمن الكورس اللي هو السي اف تي اي اس اس اي في اول حاجه، لان كان سعره خرافي بالنسبه لي. بس زي ما قلنا قبل كده في الفيديو بتاعي، وقت ما انت تبقى ماشي في طريق صح ربنا هيساعدك فهيبعت لك اللي يساعدك. انا في الوقت ده وقف لي ربنا سته من عمري ما هنساها في حياتي، كنت بمرنها هي وابنها برايفت،
هي اللي اعطتني ثمن الكورس من غير حساب، من غير ما تفكر، من غير اي حاجه، وشغلتني بيهم سنه. هي حتى ما خلتنيش ان انا اسددهم، هي خلتني اعطتني الفلوس اكن هو سالري، وخلتني اشتغل بيهم سنه كامله معاها بحيث ان هي تساعدني ان انا اخد الكورس. وده كان اول كورس اخدته، وساعتها خدت ريسك تاني خالص بقى ما كنتش عارف اني هاخده. انا كنت ساعتها بشتغل في الجيمات، كنوع من انواع اللي هو ده طموحي، موظفه انا عايزه اشتغل في اكبر جيم في مصر وخلاص. ابتديت اخد ريسك تاني، طب ما في حاجه اسمها فيسبوك والناس برده ممكن اشارك معاهم العلم اللي انا بذاكره ده، لما ايه اللي هيحصل يعني لو عملت فيديو على الفيسبوك ولا حاجه اشير بيه مع الناس؟ صراحه ما كانش عندي الشجاعه الكافيه ان انا اعمل كده، فابتديت اشارك في الفيسبوك بمقالات واصحابي يشيروها لي. وساعتها انا كنت عامله مع اصدقائي يعني تحولات، خسستهم زودتهم، ابتديت ان انا انزلها على الفيسبوك بتاعي واصحابي يشيروها، فابتدى معايا اول كلاينت، فالكلاينت يعمل نتيجه والكلاينت يجيب كلاينت تاني وهكذا. ليه بقى انا قلت على دخول الفيسبوك ريسك؟ لان ساعتها من 4 سنين كانش في حاجه اسمها مدربه اونلاين بنت يا جماعه، مفيش حاجه اسمها بنت بتدرب كمال اجسام بنت، فده كان ريسك ان انا ادخل في المجال ده، لان انا كنت صغيره في السن، صغيره في الخبره، صغيره في العلم، بنت في نفس الوقت، وفي كباتن كتير قوي تقيله هم دلوقتي اصدقائي وزمايلي، بس زمان انا كنت بتعلم منهم اول ما طلعت. فمين هيسمعني يعني؟ مين هيسمع كلامي وهيشوف ان انا بقدم حاجه او هيقتنع بالكلام اللي انا بقوله؟ بس زي ما قال دكتور حازم فعلا الاستمراريه، وزي ما قلنا برده زي ما قال كده الرحله والاستمراريه مش شرط تضمن لك الوصول، بس على الاقل هتضمن لك النجاح في الحاجه اللي انت بتحاول فيها. فكل ما كنت بستمر كل ما كان الفولورز بيزيدوا ببطء شديد. انا قعدت سنتين حرفيا عشان ازيد 10,000 فولور بس على الفيسبوك، لحد السنه اللي فاتت ما قررت ان انا خلاص بقى دوسي على نفسك اكتر وخدي ريسك اكبر. انا ما بحبش الكاميرا على فكره، وما بحبش ان انا اتكلم قدام اودينس، فمن سنه قررت ان اخد الريسك ده وانزل فيديوز، وبوم الدنيا فرقعت معايا بشكل يمكن كنت اتخيله. دلوقتي احنا قربنا على 3 مليون فولور على 4 بلاتفورمز، يعني التيك توك 1.5 مليون، 1,100,000، الفيسبوك داخل على 1 مليون، الانستجرام داخل على 400,000. فحاجه كده يمكن كنت اتوقعها حصلت بسبب ان انا بشير العلم اللي معايا، ونيتي كانت في البدايه ان انا فعلا اشير العلم اللي انا بتعلمه، ان انا شايفه ان في خرافات كتير قوي بتتقال في التغذيه وفي التدريب. فالريسك كله هنا، خدوا بالكم انا كل حاجه باخدها من غير ما افكر اللي هو انا عندي هخسر ايه يعني، مفيش حاجه اعملها. هو الريسك كان واخد دور كبير قوي في الموضوع ده، ومن اكتر الريسك اللي انا بشكر نفسي اني اخدتها. تعرفين انا معايا 7 شهادات دوليه صح؟ تغذيه وتدريب، مش هتتخيلوا انا اخدتهم ازاي. بعد ما خدت اول شهاده واشتغلت بقيت بقى معايا فلوس، برضه بقيت بستثمر في نفسي، اللي هو مش هاخد الفلوس دي هصرفها على هدوم، هصرفها على موبايل جديد، لا هستثمر في نفسي واحطها في شهادات. طب خلاص اللي في ايدك. لا ساعتها كان في عروض على 3 شهادات تدريب، معرفش ايه اللي كان في دماغي ساعتها. الشهاده الواحده محتاجه سنه مذاكره يا جماعه، سنه مش اقل من سنه. ايه اللي كان في دماغي مش عارفه، ساعتها انا اشتريت 3 شهادات مع بعض، قلت هاخدهم هاخدهم. سنة 2021 قدرت اخد 3 شهادات سوا، منهم شهادة ايس اللي نسبة سقوطها يعني بتعدي 50%، وكنت متخرجة منها كمان بسكور عالي. ودلوقتي انا بدرس 3 شهادات تانيين عشان اكملهم 10 شهادات. وده مش نوع من انواع انا بحب اجمع شهادات، لا، هو انا مؤمنة ان العلم مش بيخلص، وكل ما هتوصل انت في حتة في العلم هتحس ان في اكتر، انا مش عارف اي حاجة، في اكتر يتقال، في اكتر يتسمع، وفي اكتر تتعلمه. فهو برضو الريسك في ان انا خدت كام شهادة كده مع بعض، وفكره ان انا خدت الستيب فجاه ورحت دفعت الفلوس وحطيت نفسي قدام الامر الواقع. حط نفسكم برده قدام الامر الواقع، لان انتم مهما قلتوا هنضبط، مهما قلتوا هعمل، من دون ما تعملوا خطوه او تستب فيها مش هتعملوها. فهو ده اللي حصل، ان انا حطيت نفسي قدام الامر الواقع وضغطت نفسي في مذاكره الشهادات دي، وفي الاخر اخدتها. والموضوع اتوج في الاخر السنه اللي فاتت، خدت تروفي افضل صانع محتوى رياضي في الشرق الاوسط من ابلكيشن التيك توك، ودي بالنسبه لي جايزه كبيره جدا، لان احنا عارفين سمعه التيك توك عامله ازاي في مصر. فبالنسبه لي كان فخر ان انا وزمايلي من مقدمين المحتوى بنحاول ان احنا ندخل ان اي مكان انت تدخله انت اللي تقدر تفرض احترام الناس ليك. انا فعلا من اول ما دخلت الابلكيشن ده وانا الناس بتحترمني فعلا فعلا، مش شرط ان احنا ناخد ستيريو تايب عن حاجه معينه ان في ابلكيشن سمعته مش حلوه، لا، هو الفكره كلها في طريقه التقديم وطريقه العرض. فالتروفي دي بالنسبه لي من اهم الحاجات بجد اللي حصلت لي سنه 2021. الريسك الجديد اللي انا خدته السنه دي فكره ان انا اقدمت على افتتاح شركه في تدريب الاونلاين. زي ما قلنا ابتديت تدريب اونلاين صح؟ الفكره كلها الناس كلها دلوقتي بقت محتاجه ان يكون معاها ترينر، لان بقى في وعي ان احنا محتاجين ترينر واخصائي تغذيه. فقلت ليه لا؟ ليه ما انافسش واعمل شركه يكون فيها
اخصائيين تغذيه ومدربين على الاقل اعرف يعني اوفر لهم بيئه عمل محترمه ما يعانوش من نفس اللي انا عانيته في السيستم بتاع الجيمات اللي انا اشتغلت فيه، يبقى في بيئه محترمه يبقوا بيتعلموا وفي نفس الوقت يبقوا بيساعدوني. واقدمت على الخطوه اول ما جت في بالي، واول ما حسيت ان هو ده الصح ان هو يحصل فعلا دوست في الخطوه. الخطوه مش سهله، ترخيصات بقى وازاي والهايرنج بروسيس يا جماعه، انتوا تشوفوا تختاروا ناس فعلا محترمه وتكون بتذاكر وتكون بتتعب، الموضوع مش سهل خالص. واقدمت على الخطوه والحمد لله هي بقى لها شهرين دلوقتي وحققت معايا نجاح كبير جدا لا يمكن تتخيله. بس كل حاجه جت بالريسك، جت برده بتخطيط، يعني انا ما رحتش رميت نفسي في البحر، انا كنت برده بفكر لان في ريسك تاني زي مثلا انا مثلا اكيد معايا مبلغ محدد اروح بقى احطه في اي مشروع في اي استثمار اروح ادخله في البورصه، ده تهور مش ريسك اللي هو يعيد على حياتي بشيء ايجابي. فقبل ما تاخدوا اي ريسك برده لازم تكونوا حاسبينه كويس. وفي النهايه يا جماعه انا ما بقتش بؤمن بجمله الظروف، يعني جزء من اجزاء الناس بيقولوا لي ظروف، انا صراحه تجربتي بتقول واللي حصل لي بيقول ان لا احنا نقدر نعمل اي حاجه احنا عايزينها طول ما احنا عايزين ان احنا نحقق حاجه. وجمله حلوه كده كنت بحبها التراك الجوكر زمان، اختار مكان حلمت بيه وحط نفسك فيه. وانا مبسوطه قوي اني كنت معاكم النهارده وشكرا.